الثلاث يا أخي من تركها فقد كفر. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ملائكتكم في سقر أهل النار يوم إذا دخلوا النار تقول الملائكة لهم هذا موجود في القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. حدثني أحد الإخوان رحمه الله قال توفي شاب من الشباب فقيل لوالده نبي نصلي على إخوانه يقول يلا بنصلي عليه قال لا أنا ما أصلي عليه هو ما يصلي والله لا أضع أمام المسلمين وأقول صلوا عليه وأنا أعلم أنه معاند لا يصلي أبدا. اجتمع جماعة إخوان الرجل اللي هم أعمام الولد وإخوانه قالوا الرجال مات ولا عاد خلاص تفضحنا وتمشلنا قال أبدا هذا رجل عصى الله وأنا ناديه وأقيمه وهو يقول لن أصلي والله لا أصلي عليه ولن أقدمه للمسلمين هذا عندك. المهم اتفق على أن يأخذ واحد من أولاده ويروح بالمكة عشان ما يشهد وهم قتلوا هذا الرجل وصلوا عليه ودفنوه. فانظر يا أخي كيف نهاية هذا الرجل الآن والده وأحب الناس إليه وجد في نفسه حرجا يقدم أمام الناس يقول صلوا عليه وهو من الذين يهجرون المساجد ما يصلون. نسأل الله العافية والسلامة. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. طيب شكرا عبد الله لعلنا ناتي الى بقيه اسئلتك ان شاء الله في الحلقه القادمه يعني تكون من المتصلين لدينا وقتنا انتهى تماما نعتذر منك عن اتمام ما تبقى من اسئله ونشكر بدورنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق على ما قدم ونسال الله سبحانه وتعالى له ان يجزيه خير الجزاء وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته ونرجوه عز وجل ان نلتقي بك شيخ عبد الله في حلقة الأسبوع القادم وأنت بخير وعافية. وأنا أشكركم لهذا اللقاء وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه في برنامجكم الأسبوعي واستديو الجمعة. لقاؤنا بكم إن شاء الله تعالى يتجدد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله سعد بن عزة وزميلي الذي ساندني في تنفيذ وإخراج هذه الحلقة لؤي الحلبي. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوديو الجمعة. الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أبناء الإسلام كونوا معنا في إذاعة نداء الإسلام. استوديو الجمعة يأتيكم مباشرة الجمعة في 1:15 ظهرا. استوديو الجمعة.